بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أبنائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع الكلمة والجملة. ودرسنا لهذا اليوم الحال. هيا بنا نتعرف أهداف الدرس. يتوقع منك عزيزي الطالب بنهاية الحصة أن تحدد الحال من خلال قراءتك للنص تحديدا صحيحا، أن تفرق بين الحال وصاحب الحال من خلال النص، أن تستنتج قاعدة الحال استنتاجا صحيحا، أن توظف الحال في جمل مفيدة توظيفا صحيحا. فهيا بنا. قبل أن نبدأ، استمع عزيزي الطالب إلى هذا العرض من خلال الرابط المبين على الشاشة، أو قم بمسح البركود للدخول إلى الفيديو. بعد أن استمعت إلى النص، كيف كانت تعيش عائلة الأرنب في منزلها؟ ماذا حدث للأعشاب في فصل الصيف؟ كيف كان حال الخلد حين رأى الأرنب؟ من خلال إجاباتك عن الأسئلة تتبين ما معنى الحال. الحال هو اسم يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل. أن أقول أقبل الولد سعيدا، كيف أقبل؟ أقبل سعيدا. غادر أبي مبتسما، كيف غادر؟ غادر وهو يبتسم، غادر مبتسما. إذن الحال سعيدا ومبتسما. الجملة الثالثة، انتظر الرجل غاضبا، كيف حاله وهو ينتظر؟ كان غاضبا. إذن الحال غاضبا. هيا بنا إلى مزيد من التفصيل. اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. يبدأ الطفل حياته معتمدا على أبيه، ومع مرور الأيام يمكن أن يتعلم كيف يتعامل مع المال، فينفق من ماله ملتزما بما يدعو إليه دينه، ويراقبه الأهل مشجعين له حتى يتعلم مع المال معنى المسؤولية واتخاذ القرار. لاحظ الكلمات الملونة باللون الأحمر، تجد أنها جاءت نكرة وبينت هيئة ما قبلها. لاحظ كلمة معتمدا، بينت حال الطفل وهو يبدأ حياته معتمدا، إذن هو حال الطفل. كلمة ملتزما، فينفق من ماله ملتزما، كيف ينفق من ماله؟ ينفق وهو يلتزم بما يدعو إليه دينه، إذن الحال ملتزما. ويراقبه الأهل مشجعين له، كيف يراقبون ابنهم وهم يشجعونه؟ إذن مشجعين هو حال الأهل وهم يراقبون ابنهم. الكلمات، لاحظ أنها جاءت منصوبة، كلمة معتمدا منصوبة بالفتحة، ملتزما منصوبة بالفتحة لأنها مفرد، أما مشجعين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء. أحسنت. تسمى هذه الكلمة حالا، كلمة معتمدا ملتزما مشجعين نسميها حال، لأنها تبين هيئة صاحبها عند حدوث الفعل. عند حدوث فعل البدء كان معتمدا، عند حدوث فعل الإنفاق كان ملتزما، عند حدوث فعل المراقبة كانوا مشجعين. إذن تبين هيئة صاحبها عند حدوث الفعل وتسمى حالا. إذن نستخلص القاعدة، نقول الحال هو اسم نكرة يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل. الحال تكون منصوبة، ومن علامات النصب الفتحة في المفرد، سعيدا حزينا معتمدا غاضبا، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، كأن أقول أقبل الولدان فرحين، أقبل الأولاد فرحين.
الكسرة في جمع المؤنث السالم نقول أقبلت المعلمات فرحات. هيا بنا إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول ضع خطا تحت الحال فيما يأتي. قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إذن الحال هو مذموما مخذولا. أحسنت. سؤال باء تسعى قطر جاهدة إلى تحقيق رؤيتها. تسعى قطر، الفعل تسعى، الفاعل قطر، حالها وهي تسعى أنها جاهدة، إذن الحال جاهدة. عاد الطالبان من الرحلة سعيدين، أين الحال؟ حالهما كيف عادا من الرحلة؟ عادا سعيدين، إذن الحال هو سعيدين. دال ينجز الموظفون في المؤسسة الخيرية العمل متعاونين. كيف ينجز الموظفون العمل؟ إذن نقول متعاونين، إذن الحال هو متعاونين. السؤال الذي يليه حدد الحال وصاحبها في الجمل الآتية. وقف الطلاب مرددين النشيد الوطني، أين الحال؟ نعم مرددين. من هم المرددون؟ نعم الطلاب، إذن صاحب الحال هو الطلاب. باء تعيش الأسر المسلمة متماسكة، كيف تعيش الأسر المسلمة؟ نعم تعيش متماسكة، إذن الحال متماسكة. من صاحب الحال؟ نعم الأسر هي التي تعيش متماسكة. نعم أقبل الناجح مبتسما، كيف أقبل الناجح؟ أقبل مبتسما، إذن أين الحال؟ نعم مبتسما. أحسنت. من الذي أقبل؟ الناجح، إذن من هو صاحب الحال؟ الناجح. أحسنت ممتاز. دال لا تحكم بين زميلين منحازا لأحدهما، أثناء حكمك بين زميلين لا تكن منحازا، كيف تحكم لا تكن منحازا؟ إذن الحال هو نعم منحازا. من المنحاز؟ من صاحب الحال؟ أنت لا تحكم، أنت وهنا الفاعل ما نوعه؟ هل هو اسم ظاهر أم ضمير مستتر أم ضمير متصل؟ نعم أحسنت، هو ضمير مستتر، إذن الفاعل أو صاحب الحال هو أنت لا تحكم أنت. ها يعيش المقتصد في ماله سعيدا، يعيش المقتصد في ماله سعيدا، كيف يعيش المقتصد في ماله؟ نعم يعيش سعيدا، إذن الحال سعيدا. من هو صاحب الحال؟ نعم المقتصد. أحسنت. السؤال الثالث أكمل الجمل الآتية بحال مناسبة مع ضبطها بالشكل. ينفق الطالب المال في الألعاب فراغ مما تعلمه من الدرس. نعم نقول مستفيدا. أحسنت، مستفيدا مما تعلمه في الدرس. باء يجلس الطالب في الصف فراغ لشرح معلمه. نعم كيف يجلس؟ يجلس مستمعا لشرح معلمه. جيم ترعى الأم أبناءها فراغ على نجاحهم. نعم تكون حريصة على نجاحهم. أحسنت. دال أنهى الفريق المباراة فراغ على نظيره، كيف أنهى؟ نعم متفوقا على نظيره. نعم أحسنت. السؤال الرابع اكتب جملة تحوي حالا لكل موقف من المواقف الآتية. ألف
سعادة الفتاة عند استقبال والدها. حول هذه الجملة إلى جملة حال. نقول: استقبلت الفتاة والدها سعيدة. أحسنت، ممتاز. استقبلت الفتاة والدها سعيدة. كيف استقبلته؟ استقبلته سعيدة. عودة الجنود وقد انتصروا على العدو. كيف عاد الجنود؟ انتصروا على العدو. إذن نقول: عاد الجنود منتصرين على العدو. جيم: ابتسام الطالب وهو يخرج لتسلم جائزة التفوق. نقول: كيف خرج الطالب لاستلام جائزة التفوق؟ خرج يبتسم، خرج مبتسما. إذن الإجابة الصحيحة نقول: خرج الطالب لتسلم الجائزة مبتسما. أحسنت. السؤال الخامس: نموذج الإعراب. قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. صدق الله العظيم. كلمة ضاحكا، لاحظ في إعرابها، نقول: حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. هيا بنا ننتقل إلى السؤال الأخير: أعرب ما تحته خط فيما يأتي إعرابا تاما مستفيدا من النموذج السابق. ألف: يستيقظ الطالب المجد نشيطا. اتفقنا أن نشيطا نقول في إعرابها حال. أكمل: حال. الحال يكون مرفوعا أم منصوبا؟ منصوبا. هنا مفرد أم جمع؟ مفرد. إذن المفرد يكون منصوب بالفتحة. إذن نقول: حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. باء: صعد اللاعبان على منصة التكريم فرحين بالفوز. فرحين، لاحظ أنها جاءت بصيغة المثنى. نقول: حال منصوبة وعلامة النصب الياء لأنها مثنى. وبذلك أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. لا أنسى أن أذكركم بواجب النسخ الأسبوعي ضمن الرسالة الأسبوعية والواجب الإلكتروني على منصة المدرسة. سائلين الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.